بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، مسألة مهمة جدا في مسألة العلم وطلبه، أنه لابد لطالب العلم أن يتعب وأن يجد وأن يستفرغ وسعه ويأتي بتمام جهده، لأن العلم لا ينال إلا بالتعني والتأني، العلم لا ينال إلا بالتأني والتعني، التأني الأناة، التعني المعاناة، إذا لابد من الأناة ولابد من المعاناة. أما أن يحصل العلم بسهولة وبساطة فإن هذا الأمر جد عسير، يعني لا يمكن أن تجد إنسانا يحصل العلم بسهولة، ولكن لابد من المعاناة، لابد من السهر، لابد من المكابدة. والمتقدمون جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء ضربوا لنا مثلا عاليا في هذا الباب، وهذا الباب مثاله أيضا مسألة الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. أسعد كثيرا عندما أسلم على أحد الإخوة أسأله من أي البلاد، يقول لي من بلدة كذا، فالأخ يسافر من بلده إلى المنصورة من أجل سماع العلم. هذه الرحلة تكسبه فوائد كثيرة، لا سيما بعد انقضاء زمن الشباب وهبوب زمن الشيخوخة. الشباب الفتوة والقوة والبذل والمثابرة والمصابرة، فإذا ما قضى هذه الأزمان في التحصيل نفعه ذلك في وقت الكبر والشيخوخة. وسنقرأ بإذن الله تعالى معكم من هذا السفر المبارك جامع بيان العلم وفضله هذا الباب، وهو باب ذكر الرحلة في طلب العلم، ذكر الرحلة في طلب العلم، وفي هنا بمعنى السبب والغاية. يبقى الرحلة في طلب العلم أي الرحلة من أجل طلب العلم، لأن في تأتي في اللغة بمعنى السبب والغاية، في تأتي في اللغة بمعنى السبب والغاية، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة. يبقى دخلت امرأة النار في هرة، يعني إيه؟ بسبب هرة، علشان خاطر هرة. فقوله ذكر الرحلة في طلب العلم أي الرحلة من أجل طلب العلم. إذن هناك من يرحل لطلب الدواء، وهناك من يرحل لطلب تغيير الهواء، وهناك من يرحل لطلب العلم. والحديث 563، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة. الوليدة يقصد بها الأمة الجارية، الأمة الجارية. ووليدة فعيلة بمعنى مفعولة، فوليدة بمعنى مولودة، أي يقصد بذلك جارية صغيرة السن، يعني من كان عنده جارية صغيرة السن فعلمها وأحسن تعليمها. إذن يطلب من أصحاب الأمر في البيوت أن يقوموا بتعليم وتأديب أولادهم، فإذا كان ذلك في العبيد والجواري فما بالك في الأولاد والذرية. يعني إذا كان السيد يجب عليه أن يربي وأن يعلم العبد والجارية،
فمن باب أولى أن يقوم الأب بتعليم وتأديب أولاده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال مجاهد عليه رحمة الله: علموهم وأدبوهم. يبقى سنقي أولادنا النار بأمرين، بماذا؟ بالتعليم والتأديب، بالتعليم والتأديب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة، أي جارية صغيرة السن، ووليدة فعيلة بمعنى مفعولة، فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها. انظر هذا الجهد. إذن التعليم، وليس التعليم فقط، ولكن التعليم وحسن التعليم، والتأديب وليس التأديب فقط ولكن حسن التأديب. إذن الرجل مطلوب منه في البيت أن يحسن مع أولاده التعليم والتأديب. يبقى مثلا مسألة مهمة جدا في مسألة تربية الأولاد: ليس كل ما يطلب ينفذ، ليس كل ما يطلب ينفذ. بعض الآباء يظن أن هذا حسن أدب مع أولاد، كل ما الولد يطلب حاجة يجيبها له، يطلب حاجة يجيبها له. هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه سيعوده على أخلاق مرذولة. فلابد أن يكون الوالد والأم على انتباه تام بكيفية التعليم والتربية لأولادهم. يبقى علمها وأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها. ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأعتقها فتزوجها فله أجران. يبقى في عندنا أجر التعليم والتربية، ماشي، والأجر الثاني أجر ماذا؟ أجر العتق والزواج. وهذا يدل على أن الآباء الذين يجتهدون في تعليم وتربية أولادهم لن يحرموا الأجر إن شاء الله. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران. يبقى لو يهودي أو نصراني آمن بموسى أو عيسى ثم آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان له إيه؟ أجران: أجر الإيمان بنبيه وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا لا يقبل إيمان من كتابي حتى يؤمن بمن؟ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيما مملوك أدى حق مواليه، المملوك اللي هو العبد، المملوك اللي هو العبد، أدى حق مواليه، الموالي اللي هم سيده الذي اشتراه، الذي اشتراه، وأدى حق ربه فله أجران. يبقى هو عبد لله عز وجل، أيوة، ولكنه مملوك لمن اشتراه، فهو يعطي لكل ذي حق حقه، يعطي لله تعالى حقه من الطاعة، ويعطي لمن اشتراه حقه من الخدمة، فله أجران. هذا الحديث رواه الشعبي عن أبي بردة، ورواه عن الشعبي صالح ابن صالح الهمداني. وصالح ابن صالح الهمداني ستأتي له ترجمة بعد قليل إن شاء الله. قال الشعبي: خذها بغير شيء. يعني الشعبي بيقول لصالح ابن صالح الهمداني: خذها، أي خذ هذا الحديث، خذ هذا الحديث بغير شيء. قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. يعني الرجل كان يرحل في سماع كلمة واحدة إلى المدينة، فما بالك بهذه الرواية. كلمة خذها ودونها، هناك ما يسمى في اللغة بالحمل على المعنى. هذا الخبر مذكر، الخبر والحديث مذكر، ولكنه أتى هنا بلفظ التأنيث، فقال: خذها بغير شيء. قد كان الرجل يرحل فيما دونها، فالضمير يعود على ماذا؟
يعود على هذا الخبر، فكان من المفترض أن يقول خذه بغير شيء، وأن يقول يرحل فيما دونه إلى المدينة. ولكن هذا كما قلت لحضرتكم هذا باب في اللغة يسمى الحمل على المعنى، فيتضمن لفظ الحديث لفظ الرواية، يتضمن لفظ الحديث لفظ الرواية. فخذها أي خذ هذه الرواية بغير شيء، لقد كان الرجل يرحل فيما دونها أي فيما دون هذه الرواية. الكتاب مذكر، تقول قرأت الكتاب وفتحته أي فتحت الكتاب. لكن ممكن لو سألتني فقلت لي هل قرأت الكتاب، أقول لك قرأتها، ما أقولش قرأته. إزاي؟ قرأتها أي قرأت صحائف الكتاب، أي قرأت ماذا؟ صحائف الكتاب. هذا يسمى كما قلت الحمل على المعنى. إذن خذها بغير شيء، تضمن الحديث معنى الرواية، فقال خذها أي خذ هذه الرواية. هذا الحديث بإسناد المصنف صحيح، والحديث بنحوه أخرجه البخاري ومسلم. الحديث 565، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، حديث في غاية الجمال. أرجو كده أن تفتحوا لهذا الحديث قلوبكم قبل آذانكم. حديث جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله كان في المدينة، وسمع أن قوما بالشام يحدثون بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلغني حديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتعت بعيرا أي اشتريت بعيرا، فشددت عليه رحلي. الرحل هو الوعاء الذي يوضع فيه الطعام والشراب، ثم يجعل بعد ذلك على البعير. فشددت عليه رحلي، ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام. إذا سمع إن في واحد من الصحابة في بلاد الشام، يا إلهي، سمع إن في واحد من الصحابة في بلاد الشام يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى بعيرا وشد عليه رحلة، ثم سافر شهرا إلى الشام. بيسافر شهر لسماع ماذا يا إخواني؟ حديث واحد. أنتوا في هذا المجلس بتسمعوا كم حديث؟ تسمعوا 7 أحاديث، 8، 10، زي ما ربنا عز وجل بيوفق. تصور بقى لو إن كل حديث يرحل في طلبه شهر رايح وشهر جاي. إذن 7 أحاديث اللي أنتوا بتسمعوها ديت بتكلف المتقدمين قد إيه؟ تكلفهم قد إيه؟ 14 شهر. حضرتك بتسمعهم كلهم وأنت قاعد في التكييف والموكيت ومسجد جميل، وأحيانا الناس مش عاجبها. سبحان الله، أمر عجيب جدا. يبقى رحل شهرا إلى بلاد الشام ليسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عبد الله ابن أنيس الأنصاري. إذن هو سمع إن في حديث بس ما كملوش، بيحدث به واحد. لما وصل الشام قعد يسأل الحديث الفلاني ده مين اللي بيقوله؟ فقالوا هذا الحديث هو حديث عبد الله ابن أنيس الأنصاري. فأتيت منزله، انظر الكلام الجميل بقى، فأتيت منزله وأرسلت إليه أن جابرا على الباب. يبقى بعت له مرسال إن جابر على الباب. فرجع إلي الرسول. الرسول معناه هنا هو الذي ينقل الأخبار. ألا أبلغا أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين. يبقى الرسول هنا بمعناه الإيه؟ الذي ينقل الخبر.
وأرسلت إليه أن جابرا على الباب، فرجع إلي الرسول فقال: جابر ابن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج إلي فاعتنقته واعتنقني. يا سلام. قال: قلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم، لم أسمعه أنا منه. سمعت إن أنت بتقول حديث في المظالم، حديث مش عارف تفصيله، بس هذا الحديث أنا لم أسمعه من رسول الله. يا سلام. يبقى هو سمع إن في بلاد الشام في حديث عن المظالم في بلاد الشام، وهذا الحديث ولا يعرفه، يرحل شهرا من أجل أن يسمع هذا الحديث. لما يوصل الشام يقول لهم: يا سيادنا، مين اللي بيقول حديث المظالم؟ يقولوا له: ده عبد الله ابن أنيس. مش يقعد في الجامع ويبعت أي واحد بقى جاي من سفر، وروح لعبد الله ابن أنيس وقول له: تعالى الحقني بسرعة، أنا جاي من سفر طويل ومجهد مش قادر أجيله. أبدا، بل يذهب إليه عند باب منزله. انظر الحرص، عند باب منزله ويرسل إليه. فلما يأتيه عبد الله بن أنيس يلتزمه ويعتنقه ويقول: هناك حديث في المظالم أنت سمعته ولكن أنا لم أسمعه. فقال عبد الله بن أنيس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وشوفنا يا أخوانا حرص الصحابة على العلم، مالوش طب تعالى الأول وغير هدومك، خد لك دش وكل لك لقمة ونام لك شوية وبعدين أقول لك الحديث. ده ما يضمنش. طب ما جايز يموت دلوقتي، جايز يموت في لحظة، فلو مات إذن السفر دي كلها ذهبت هباء. إذن طالب رآه إذن لابد أن يحدثه، وفي المقابل الصحابي يسمع منه. قال عبد الله ابن أنيس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله تبارك وتعالى العبادة، أو قال الناس. يا إلهي، شوف حتى الدقة، يعني الشك في الراوي يثبته في الرواية. يحشر الله تبارك وتعالى العبادة، أو قال الناس. يعني إيه الفرق يا سيد؟ احنا غلطنا في إيه يعني؟ ما هم العبادة ليا الناس. لكن انظر الدقة في الرواية: يحشر الله تبارك وتعالى العبادة، أو قال الناس. الشك هنا من همام. همام هو راوي الحديث، أحد رواة الحديث. وأومأ بيده إلى الشام. إذن بلاد المحشر فين يا إخواني؟ بلاد الشام. وأومأ بيده إلى الشام. الشام هي غرب المدينة، الشام غرب المدينة، ونجد شرق المدينة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى إيه؟ إلى غرب المدينة، إلى جهة بلاد الشام. يحشر الناس وأشار إلى جهة الشام، عراة أي لا شيء على أبدانهم، غرلا أي غير مختونين. الناس ترجع لوضعها الأول، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. إذن وعد الله تعالى على نفسه وكتب أن يعيد الناس إلى خلقتهم الأولى التي خلقوا عليها. طيب بهما أي غير مميزين، بهما غير مميزين. والتفسير أن المقصود بالبهم هنا هو مفرد الأبهم، والأبهم هو الذي لا يميزه شيء، لا بصوت ولا مال ولا شارة ولا علامة ولا نسب ولا أي شيء. قلنا أي قال الصحابة: ما هو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس معهم شيء. غير مميزين، ليس معهم شيء. فيناديهم أي ينادي الرب تبارك وتعالى الناس بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب. إذن بهذا المقطع
يستدل على إثبات صفة الصوت لله عز وجل. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم يتكلم بصوت مسموع، يتكلم بكلام له صوت. إذن كلام الله عز وجل يا إخوتي له إيه؟ له صوت. وهذا أكبر رد على الأشاعرة والكلابية الذين قالوا بأن كلام الله كلام نفساني. يعني إيه كلام نفساني؟ أي لا يخرج من الله عز وجل. طبعا كان ده كلام صحيح، لأن النص هنا بيقول إيه؟ بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ماذا يقول الرب سبحانه؟ يقول أنا الملك، وهناك لفظ أنا المالك. أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. الديان هو الذي يدان الناس له، أي يذلون له ويخضعون له. يبقى من الذي تخضع له الخلائق؟ هو من؟ هو الله عز وجل. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. يا إلهي، يبقى ما فيش حد من أهل الجنة. يا إخوان، يا إخوان انتبهوا المسألة دي. الأخ أيمن مسافر الآن العمرة، فإذا لإخوانك الحضور بقى يا أخ أيمن، اللي عاوز حد يدعي له يقول له ادعي لي بحاجة، يقول له بقى يا دكتور أيمن قول كده الإخوة، حد عاوز أي حاجة هناك من هناك كده؟ طيب خلاص ماشي، توكلنا على الله. بالتوفيق إن شاء الله يا دكتور أيمن، بالتوفيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى إخواني دي مسألة خطرة جدا، أنه لا يدخل أحد الجنة وهناك مظلمة لأحد من أهل النار حتى يتستوفى منه. يعني لو واحد في نار جهنم وواحد من أهل الجنة كان أخذ منه حتى من وراه ورقة، لابد أنه هو إيه يقتص له بهذا الأمر. ما نقولوش يا سيدي في النار جهنم وخلاص ارمي، لا، اسمع. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللظمة، حتى لو اداله إيه ألم أو رع كف، ما ينفعش، لابد من القصاص. وفي المقابل ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. يبقى إذن يا إخواني تستوفى الحقوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق حتى يستوفى للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لما نطحتها. يا سلام، الشاة الجلحاء التي لا قرن لها، والقرناء اللي لها قرون، فلما تيجي معزتين واحدة بقرون والتانية من غير قرون ويضربوا بعض، يبقى مين اللي هيأذي التاني؟ القرناء ستؤذي الجلحاء. حتى البهائم يكون القصاص بينها يوم القيامة، فما بالك بالأنسي. يبقى كل واحد يا أخوانا كده يشوف إيه الظلم اللي أوقعه على غيره من الناس. ما تقولش ده كافر تتقطم رقبته، لا، إياك أن تظلم أحدا. حاول أن الحقوق تكون مستوفاة، اجعل الحقوق مستوفاة، واتق الله تعالى في أعراض الخلق. وهذا القصاص يكون بالحسنات والسيئات، مش هيجي يقول له طب ارقعه كف زي ما رقع كف في الدنيا، مش هيبقى كده القصاص. أمال القصاص في ماذا؟ بالحسنات والسيئات. يدل على ذلك قال قلنا له كيف، يعني كيف يكون استيفاء الحقوق.
وإنما نأتي الله عراة حفاة غرة. قال: من الحسنات والسيئات. إذن استيفاء الحقوق هيكون عن طريق ماذا؟ الحسنات والسيئات. لكن استيفاء الحقوق في الدنيا يكون بماذا؟ بالقصاص من جنس الشيء، يعني من كسر سنا تكسر سن، من قتل يقتل، من أخذ ماله غصبا تقطع يد السارق، وهكذا. لكن في الآخرة لا يكون القصاص بذلك، وإنما بماذا؟ بالحسنات والسيئات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أتدرون من المفلس؟ من هو المفلس؟ قال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. لا درهم له، ما فيش عنده مالية، مش عنده فلوس، ولا متاع، ما فيش عنده أصول يمكن أن يتصرف فيها. ممكن إنسان ما يكونش عنده فلوس بس عنده سيارة، لو الزنق يبيعها، عنده بيت لو الزنق يبيعه، لكن واحد عنده الفلوس ولا أصول، يبقى هذا إيه؟ مفلس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي. يبقى المفلس أول حاجة منين؟ من أمتي. يبقى لو واحد كافر أو مشرك ده مفلس، تضايع، ده في الضياع، ده في الضياع خالص. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا. يبقى ده مش تبعنا خالص، ده مش تبع البرنامج بتاعنا. يبقى من أمتي، يبقى راجل مسلم، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني راجل مطيع لربنا، بيصلي وبيصوم وبيزكي كل حاجة. هو إيه المطلوب مني؟ مش أصوم وأصلي وأعبد ربنا؟ أنا بعمل كده. ولكن يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، يبقى الراجل ده كان راجل مؤذي. ربنا يحفظنا يا رب. راجل مؤذي، ما بيخالطش احد الا يؤذيه، اما بالقول واما بالفعل، ده المفلس. فياتي هذا الرجل فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. يبقى القصاص بيكون بايه يا اخوانا؟ بالحسنات والسيئات. ياخذ هذا من حسناته، الراجل اللي اتشتم ياخد شويه حسنات، والراجل انضرب ياخد شويه حسنات، والراجل اتسرق ياخد شويه حسنات، حتى اذا فنيت حسناته، ما عادش عنده حسنات، اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. اذا القصاص يوم القيامه بالمكافاه ولا بالحسنات والسيئات؟ يكون بالحسنات والسيئات. ولذلك في الحديث: قلنا له كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل عراة حفاة غرة. قال عليه الصلاة والسلام: من الحسنات والسيئات. هذا الحديث إسناده حسن، أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، كما أخرجه معلقا في كتابه العلم في باب الرحلة في طلب العلم، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده، وابن أبي عاصم في كتابه السنة. الحمد لله قد شرحنا هذا الكتاب في مسجد عباد الرحمن، وأخرجه أيضا الإمام الحاكم في كتابه المستدرك. الحديث 567، وهذا الحديث حديث أبي أيوب أنه رحل إلى عقبة ابن عامر. عقبة ابن عامر كان في مصر، عقبة ابن عامر كان في مصر، وهو أحد قادة الفتح الإسلامي، عقبة ابن عامر. فلما قدم مصر أخبره عقبة فخرج إليه. فلما قدم مصر، أي لما قدم أبو أيوب الأنصاري مصر، أخبروا، أي أخبر الناس عقبة فخرج إليه، أي خرج عقبة ليلقى أبا أيوب. قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
في ستر المسلم. يعني أبو أيوب بيقول له ده في حديث في ستر المسلم سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك. يعني احنا الاثنين على وجه الأرض اللي لسه سمعنا هذا الحديث. ايه الحديث؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا، من ستر مؤمنا على خزية، على خزية أي على فعل مخزي. والفعل المخزي هذا إما أن يكون مخزيا في الدين أو في العرف، مخزيا في الدين أو في العرف، ستر الله عليه يوم القيامة. يبقى من ستر مؤمنا على خزية ستر الله عليه يوم القيامة. إذن عقبة بن عامر قال هذا الحديث لمين؟ لأبي أيوب. يبقى أبو أيوب جاي من المدينة لمصر ليسمع هذا الحديث من مين؟ من عقبة بن عامر. لما سمع أبو أيوب هذا الحديث من عقبة قال فأتى أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة وما حل رحلة. يا سلام، شوفوا مصد رد. يبقى من المدينة لمصر راكب البعير بتاعه عشان يسمع حديث بتاع مين؟ عقبة بن عامر، وهو سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يريد أن يسمعه مرة ثانية من عقبة بن عامر. فلما سمع الحديث من عقبة للخلف دور، رجع مرة ثانية إلى المدينة وما حل رحله، أي منزلش من على البعير بتاعه. سبحان الله. هذا الحديث إسناد المصنف فيه ضعف، ولكن هذا الحديث أتى من طرق يتقوى بها ليصل إلى درجة الحسن. فهناك شواهد لهذا الحديث في مسلم وعند الإمام أحمد عليهما رحمة الله. إذن هذا الحديث حسن بشواهده، لأن له شواهد في الصحيح وفي المسند. الحديث رقم أو الأثر رقم 569 عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. شو بس الإخوة طيبين عشان يشد حيلهم شوية في طلب العلم. شوفوا الصحابة كانوا بيعملوا إيه، يركب البعير من المدينة لمصر عشان يسمع حديث يتأكد منه، يسمعه يرجع تاني إلى المدينة، يطلع من المدينة لبلاد الشام عشان يسمع حديث، يسمعه يرجع تاني إلى المدينة. هنا سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين المدنيين بيقول إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. هذا الحديث إسناد المصنف لا بأس به. الأثر 572 عن الشعبي 573. هذا الأثر أثر علي بن صالح عن أبيه. علي بن صالح عن أبيه. علي بن صالح هو ابن صالح الهمداني ثقة، ومات قبل أبيه، مات قبل أبيه، مات سنة 151 هجرية، اللي هو علي بن صالح. عن أبي أبوه صالح ابن صالح الهمداني، صالح ابن صالح الهمداني، وكان ثقة وكان أفضل من أبنائه، وتوفي سنة 153 هجرية، يعني مات بعد ابنه كام؟ بسنتين. حدثنا الشعبي وهو عامر ابن شراحيل، عامر ابن شراحيل أبو عمرو، مات وعنده أكثر من 80 سنة، مات وعنده أكثر من 80 سنة، وكان من ثقات التابعين. قال عنه مكحول ما رأيت أحدا أفقه منه. مكحول التابعي قال ما رأيت أحدا أفقه منه.
حدثنا الشعبي بحديث ثم قال لي، أي قال لي صالح ابن صالح، أعطيك يعني أعطيك هذا الحديث بغير شيء، يديك هذا الحديث بغير شيء، وإن كان الراكب ليركب إذا المدينة فيما دونه. يبقى أنا أعطيك هذا الحديث من غير مقابل، وإن كان الراكب وإن كان الرجل ليرحل إلى المدينة فيما دونه لسماع الحديث. طبعا الرجل عشان يرحل المدينة يشتري بعير مثلا ب300 دينار، وزاد وزودة يجيب 200 دينار، والسفر يكلف له 200 دينار، ده رايح ويزيهم جاي عشان يسمع حديث، يقعد شهرين وينفق 1000 دينار، لكن أنا هديك الحديث من غير أي مقابل. طيب هذا الإسناد إسناد صحيح. الأثر 575، هو أثر قيس ابن عباد. وقيس ابن عباد كان من كبار التابعين، قدم المدينة في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسمع من علي بن أبي طالب ومن أبي ذر رضي الله تعالى عنهم جميعا، كما سمع من غيرهما، وكان صالحا، بل كان من كبار الصالحين. قتله الحجاج في فتنة ابن الأشعث، قتله الحجاج في فتنة ابن الأشعث التي تسمى بفتنة الفقهاء. الفتنة دي ملخصها إن الحجاج عاث في الأرض فسادا، فاجتمع أهل العلم على خلع الحجاج، فاجتمع أهل العلم من الفقهاء والتابعين على خلع الحجاج، فقاتلهم الحجاج وقتل منهم ناسا كثيرين، فكان من جملة الذين قتلهم الحجاج عليه من الله تعالى ما يستحق هذا التابعي الكبير، وهو قيس ابن عباد. قال قيس ابن عباد: خرجت إلى المدينة، وهو أصله منين؟ عراقي. خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف، أطلب العلم والشرف. دي مسألة مهمة جدا. يقصد بالشرف هنا تعليم الناس، لأن تعليم الناس هذا شرف، تعليم الناس هذا شرف. الأمر الثاني أن الإنسان إذا حسن عمله في الدنيا شرف في الآخرة، إذن يطلب العلم أيضا لينال الشرف في الآخرة، وإلا فهذا الرجل كان من الزاهدين الكبار، وكان من المتجردين المخلصين. خرجت إلى المدينة، أي سافر من العراق إلى المدينة، أطلب العلم والشرف. ويعزز ذلك أن بلاد العراق كان العلم بها قليلا، كان العلم بها قليلا، فكان الناس إذا أرادوا العلم رحلوا من العراق إلى غيرها، سواء من العراق إلى مصر أو من العراق إلى المدينة. وكلنا يعلم حديث علقمة بن عبد الله عندما سمع حديثا في بلاد الشام يحدث به، فانطلق من العراق إلى الشام وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. فوجد قوما فجلس إليهم، فإذا شيخ كبير قد أتى فجلس بجواره، فقال من الشيخ؟ قالوا له: هذا أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سافر من العراق إلى الشام ليسمع حديث أبي الدرداء، فيوفق له أبو الدرداء جالسا بجواره، وهذا ببركة ماذا؟ الصدق في طلب العلم. الإنسان في طلب العلم لابد أن يصدق مع الله، لأن من صدق مع الله صدق الله تعالى معه. بعض الناس يقول لك: إحنا بنجتهد في الطلب بس ما بنفهمش، بنتعب جدا في المذاكرة بس ما نستوعبش. إذا الإشكال أنك لم تحسن طريقك مع الله تعالى في الطلب، فاجتهد في هذا الأمر، اجتهد في هذا الأمر. ولذلك كان بعض السلف
يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات: من أحسن ما بينه وبين الله، أو من أصلح ما بينه وبين الله، أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله له علانيته. أصلح الله له إيه؟ علانيته. إذن الإصلاح لن يكون إلا بأن تغير باطنك، إلا بأن تغير باطنك. ولذلك عجبي يشتد من هؤلاء القوم في بلادنا الذين يريدون إصلاح المجتمع وهم لم تتغير بواطنهم بعد، هم على القديم، بل صاروا أسوأ من القديم. قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا لابد لطالب العلم أن يغير باطنه بحيث يكون هذا الباطن باطن صالح، يكون الوعاء اللي هينزل فيه العلم ده وعاء ايه؟ نظيف. ما ينفعش تشرب ميه في كوبايه كلها ميكروبات وكلها قذرات، لابد ان تغسل الكوب ثم تضع فيه الماء. اذا لابد من التخليه قبل التحليه، قبل ان تملا الاناء لابد ان تخليه من القذرات والدنسات وغير ذلك مما يفسد الإناء. فإذا ما نظف الإناء صح أن تجعل فيه ما شاء الله تعالى. قال قيس ابن عباد: خرجت إلى المدينة. قل أن تجد أحدا مكث في بلد. وكان ذلك في الزمن الأول، زمن الطلب. لكن لما فشل العلم في الأمصار واستقر العلماء في الأمصار، طلب أهل كل بلد العلم عن علماء كل بلد. يبقى أهل مصر أخذوا العلم عن علماء أهل مصر، أهل الشام أخذوا العلم عن علماء الشام، وهكذا. لكن كان ذلك متى؟ كان ذلك في العصور التي تلت العصر الأول. العصر الأول الصحابة والتابعون والأئمة الكبار جزاهم الله خيرا قطعوا الآفاق من أجل سماع العلم، فكان حالهم كحال ذلك النحل الذي يقطع المسافات الطوال من أجل ماذا؟ أن يرتشف الرحيق لينتج العسل. ما ده شغل النحل. النحل يمشي بالكيلوات، يطير كيلوات عشان يقف على الأزاهير والأقاحي. فإذا ما وقف على الأزهار وما إلى ذلك وأخذ شذاها ورحيقها، عاد بعد ذلك إلى خلاياه ليجعل ماذا؟ ليجعل عسلا. وكذلك العالم، العالم بيطير هنا وهناك ويحصل من هنا وهناك ويقتبس من هنا وهناك ويستفيد من هنا وهناك، حتى إذا ما قر واستقر أخرج ما سمع عسلا شهيا يستفاد منه إن شاء الله. ولذلك ربما تجد التابع في تنظيره وتأصيله أقوى من السابق، وإن كان السابق ماذا؟ أعظم علما وأفضل خلقا وأوسع حلما من ذلك التابع. ليه؟ التابع بياخد من ده ومن ده ومن ده ومن ده ومن ده، بيلم كتير، فلما يلم كتير بيستفيد من ده كله ويخرج خيرا إن شاء الله تعالى. وليس معنى ذلك أن الخالف أفضل من السابق، أبدا ليس معنى ذلك هذا. الأثر مرة ثانية، قيس بن عباد بيقول: خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف. هذا الحديث أو هذا الأثر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه العلم. هناك أثر وإن كان فيه ضعف ولكن أنا أذكره وأذكر ضعفه إن شاء الله.
عن سفيان عن رجل لم يسمه. طبعا رجل لم يسمه يبقى الله المستعان. أن مسروقا، مسروق هذا كان من كبار التابعين، رحل في حرف، رحل في حرف. المقصود بكلمة حرف هنا أي جملة، أي رواية، رواية، لأن كلمة حرف تأتي بمعاني. الحرف هو حافة الشيء. قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يبقى الحرف هنا اللي هو الايه؟ الحفة، الحفة اللي هو حفة الشيء، ده حرف. والحرف يقصد به الجزء من الكلمة، الجزء من الكلمة اللي بنسميه أحيانا بالأداة. يبقى الحرف أو الايه؟ الأداة. كلامنا لفظ، كلامنا لفظ مفيد كالسقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. يبقى أنواع الكلام اسم وفعل وإيه؟ وحرف. يبقى الحرف اللي هي الأداة، أداة، سواء كانت أداة مفردة أو أداة مركبة. أداة مفردة زي الباء، ها؟ وأداة مركبة يعني أداة زائد أداة، مثل كلما، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فكلما عبارة عن كل زائد اللام، كل زائد الماء، كلما. أو إنما، إنما قالوا بأنها أداة مركبة، إن زائد ما. إذن ذا المعنى الثاني للحرف. المعنى الثالث للحرف أن الحرف يأتي بمعنى اللغة، الحرف يأتي بمعنى اللغة. ومنه حديث عمر رضي الله تعالى عنه عندما أمسك بهشام المخزومي وكان يقرأ بسورة الفرقان، فسمعه يقرأ بحرف لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بالحرف هنا اللي هو الايه؟ اللغة. فأمسك به حتى ذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله، إن هذا يقرأ على حرف لم أسمعه منك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا عمر، فقرأ. قال: هكذا نزلت. اقرأ يا هشام، فقرأ. قال: هكذا نزلت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. المقصود بسبعة أحرف مش سبع قراءات، ولكن سبع لهجات. عندنا في العرب مثلا لهجة قريش، وعندنا مثلا لهجة بني تميم، وعندنا لهجة أهل اليمن، وعندنا لهجة مثلا بالحارث بن كعب اللي بيسموها لغة أكلوني البراغيث. إذن هذه لهجات. وجبريل عندما أتى بالقرآن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قرأ عليه القرآن بجميع لهجات العرب، أي بجميع لغات العرب. إذن لا يقصد باللغة هنا اللي هو اللغة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وباللغة الألمانية واللغة الإيطالية، لا، وإنما هذه لهجات العرب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن بلغة قريش ولغة تميم وما إلى ذلك. ولذلك الصحابة لما جمعوا القرآن، كم من توجيهات أبي بكر لزيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة الذين جمعوا القرآن، أنه إذا اختلفت اللغة فارجعوا إلى لغة ماذا؟ قريش، إلى لغة قريش، ماشي؟ يفترض مثلا: فتبينوا وتثبتوا، يا أيها الذين أمنوا، إيه؟ إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أو فتثبتوا. إذن هاتان، ما تقولش قراءتين، تقول هاتان إيه؟ لغتان، دول لغتين موجودتين. إذن هناك لغات، يعني مثلا في قول الله عز وجل: إن هذان لساحران، أو إن هذان لساحران. يبقى ديت لغتين، لهجتين، لهجتين،
ولذلك بعض الناس يقول لك ايه ان هذان لساحران، ده خطا ولا يجوز، ده غير صحيح، لان ان في لغه بعض العرب تاتي معنى ايه حقا، يبقى هذان لساحران مبتدا وخبر ما فيش مشكله. المقصود ان الحرف هنا يقصد به الروايه. ان مسروقا رحل اي خرج من بلده وركب. كلمه رحل فيها معنى الايه الركوب، يعني ما ينفعش مثلا واحد يقول رحلت الى عزبه الشال لكي اسمع حديثا. عزبه الشال تقوم كعبين، فردتين كعب تبقى انت في عزبه الشال، ايه رحل دي؟ اللي يعمل الكلام ده يبقى ده مدلس، واخد بالك ازاي؟ زي مثلا ما واحد يقول لك ايه حدثني مثلا محمد بن محمد فيما وراء النهر. كلمة فيما وراء النهر أيام زمان يا إخواني، ده نهر سيحون وجيحون، يبقى هناك في آسيا الوسطى. فلما واحد في مصر يقول حدثني فلان فيما وراء النهر، دي معناه أنه إيه ركب ورحل إلى آسيا الصغرى، يبقى مر بالحجاز والعراق وبلاد الرقة والراحة، بقى ما شاء الله يبقى رحالة. يبقى الطالب لما يسمع الحديث ده منه ايه؟ يسمع يتنفض. ده الشيخ بتاعه ده رحاله بقى، حاجه ضخمه جدا. حاجه ضخمه كثيره. طيب صاحبنا ده بيقصد في ما وراء النهر يعني ايه يا اخوانا؟ نهر طلخه. النيل بتاع طلخه ده. يبقى حدثني محمد بن محمد في وراء النهر يعني في طلخه. فانظر الى ذلك الامر، ده نوع. صلاه الجمعه؟ العشاء؟ ماشي. إذا ده إخواني يسمى تدليس. تدليس يعني إيه؟ كذب. وهذا من أخطر أنواع التدليس، إنه بيوهم الناس أنه رحلة، رجل رحلة أي كثير الرحلة، وهو ليس بذلك. يبقى كلمة رحل معناه سافر وجاوز الديار. سافر وجاوز الديار. أن مسروقا رحل في حرف، وكذلك أن أبا سعيد رحل في حرف. هذا الأثر فيه ضعف لجهالة ذلك الرجل الذي روى عنه سفيان. في الأثر 578 وأيضا أثر ضعيف، ولكن أذكره من باب الشواهد ومن باب يعني أن هذه الأثار الضعيفة تندرج تحت هذا الباب العظيم والأحاديث الطيبة التي ذكرته الآن. قال شعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن، شوف، من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة، ما رأيت سفره ضاع. سبحان الله. لو أن رجلا سافر من أقصى الشام، شو بقى أبعد حتة في بلاد الشام على حدود تركيا، لو أي واحد من على حدود تركيا من هذا المكان إلى أقصى بلاد اليمن على المحيط ليسمع، أي من أجل أن يسمع كلمة حكمة، كلمة حكمة أي كلمة يفقهها ويستفيد منها، ما رأيت سفره ضاع. دي إخوانا بتبقى بيسموها جمل معيارية، جمل معيارية. كأن تقول مثلا: لو أن رجلا أنفق ألف ألف دينار في طاعة الله ما كان مبذرا، ولو أنفق نصف درهم في معصية الله لكان مبذرا. يبقى واحد ينفق مليون دينار في طاعة الله لا يكون مبذرا، ولو أنفق نصف درهم في معصية الله لكان بذلك ماذا؟ مبذرا. إذن دي جمل معيارية، جمل معيارية. يبقى لو أن إنسان رحل من أقصى بلاد الشام إلى أقصى بلاد اليمن
من أجل أن يسمع كلمة حكمة ما كان بذلك مضيعا لنفسه ولا لماله. لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت سفره ضاع. هذا الحديث في إسناده كلام، ولذلك هو حديث ضعيف. ونختم مجلسنا هذا بأثر وإن كان فيه كلام لعبد الله المبارك، ولكنه طيب في هذا المقام. هذه الرحلة للمشايخ وطلب العلم، يعني هل تنتهي في وقت ما؟ بعض الناس يقول لك احنا نجتهد في الرحلة وفي طلب العلم إلى وقت ما، ثم بعد ذلك خلاص ينتهي الأمر. إلى متى تنتهي رحلة الطلب بالنسبة لطالب العلم؟ هذا سؤال أجابه عبد الله ابن المبارك عندما قيل له إلى متى تطلب العلم. واحد بيسأله أنت إمام كبير فإلى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات إن شاء الله، حتى الممات إن شاء الله. إذا لابد لأهل العلم أن يتواضعوا في الطلب حتى ولو تقدمت بهم الأعمار ليكون ذلك أزكى لهم وأنفع. أكتفي بذلك القدر.